أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرات الرئيسة في شارع الجنوب اليوم. عام 2022 هو عام للمجتمع المدني، لا شك أن مؤسسة المجتمع المدني المختلفة تشارك وتساهم بمؤسسات الدولة الأخرى أو الحكومية تحديدا في دفع المواطنين تجاه موضوعات مختلفة تتناسب مع دخول مصر في الجمهورية الجديدة وما تصبو إليه من تنمية تود تحقيقها على أرض الواقع حتى ينعم المواطن بما فيه الخير. موضوعات مختلفة تتعلق بهذا الأمر نناقشها مع ضيفي الكريم الأستاذ الحسن خليفة، باحث دكتوراه اجتماعي في مجال الشباب. أهلا بحضرتك دكتور حسن. أهلا بيك أستاذ أحمد، سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. أشكرك يا فندم، منورنا. ده نورك يا فندم، ربنا يخليك، شكرا جدا لحضرتك. جزء مهم من ما يمكن أن يقدم سواء كان من قبل مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الأخرى التابعة للحكومة وكلها تحت مظلة الدولة المصرية. جميل. وفكرة تثقيف المواطن بصفة عامة سياسيا. جميل. وتحديدا المواطن الشاب الذي هو في مقتبل العمر، الذي هو من المنتظر أن يكون مشاركا مساهما في دفع عجلة التنمية وتحقيق الرخاء على أرض مصر في المجالات كافة. جميل. ما هو دور المؤسسات المختلفة وتحديدا أتحدث عن التعليم والتعليم العالي فيما يتعلق بالتثقيف السياسي للشباب والنشأة؟ في البداية اسمح لي أشكر حضرتك وأسرة البرنامج على الدعوة الكريمة. شكرا. وطبعا زي ما حضرتك قلت، يعني عام 2022 كان عام مؤسسات المجتمع المدني أو عام المجتمع المدني. وعايز أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد، إحنا كلمة يعني مؤسسات المجتمع المدني يعني متمثلة في هيئات كتيرة موجودة في مجتمعنا بتعمل في العمل العام والعمل الاجتماعي. كل هذه المؤسسات كنا في الماضي نسمع هذا المصطلح ولا نربطه بهذه المؤسسات وهذه الهيئات. مع ما يحدث من تنمية وتطوير في مجتمعنا وخاصة مجتمعي العزيز المجتمع الريفي، ظهر جليا للجميع دور هذه المؤسسات وأن هناك دور حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني وخصوصا في التنمية. اسمح لي أقول لحضرتك إن الأزمات اللي احنا تعرضنا لها على فترات في الزمن القريب، من أزمة كورونا إلى مرورنا بثورتين، لمرورنا بأمور كثيرة حدثت في هذا الوقت، كثيرا ما تجلى فيها فكر العمل الاجتماعي والعمل الأهلي، وكثيرا ما وجدنا وقفات نقول عنها أنها وقفات يعني روحية واجتماعية ووقفات إنسانية يعني بالمفهوم الأدق. عندما تحدث كوارث بتصيب مناطق مثلا في أسوان، اكيد لسه عايز اقول لحضرتك يا استاذ احمد، معلش انا تناولت الموضوع من 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 بعد يفهموا اهلنا في كل مكان واللي هم لامسين الكلام ده يا استاذ احمد. لما في زي الايام دي او قبلها بحاجه بسيطه، السنه اللي فاتت اماكن كثيره في اسوان اديرت من في مناطق في بنبان وغرب سهيل وفي مناطق عديده غرب اسوان، طب مناطق عديده اصيبت في يعني جراء هذه الامطار. لا تتخيل يا استاذ احمد غير وقفه المجتمع المدني اللي بنقصده بهيئاته ومؤسساته و كنت في زياره يعني لاحد اصدقاء والدي في قريه بنبان في هذا الوقت، الشيخ مختار حمد، وهو من عواقل القوم، يعني رجل يعني من الناس اللي بتعمل في العمل الاجتماعي والعمل العام. قال لي ان احنا كل القرى المتجاوره للقريه اللي حدث فيها هذا الامر، الكل كان بيتسابق انه يساعد، والكل كان متواجد، انه كان يوميا فيه
يعني مساعدات ووقوف بجوارهم في هذه الأزمة. كويس، ضف إلى ذلك بقى ما سنقوله الآن، المجتمع المدني وليس في أسوان فقط ولكن في كل أنحاء مصر كان بيتسابق للمجيء إلى أسوان حاملا كل المساعدات، من أحزاب سياسية، منظمات مجتمع مدني، هيئات، يعني كانت ملحمة عطاء، ملحمة عطاء كان تسابق فيها المصريين من كل مكان إنهم يعني يقدموا المساعدات لأهلهم في أسوان. كان طبعا احنا طبعا بطبيعه الحال يا استاذ احمد الشعب المصري جميعه وكل الدول العربيه بتحمل الشاب للمجتمع الاسواني عامه محبه خالصه في القلوب، ويقولون عنا دائما يعني الناس الطيبين اهل الكرم والجود. فيعني لقينا ان كرمهم وجودهم في هذه المحنه حقيقه اثبت ان كل بني آدم هنا موجود على هذه الأرض ليس لوحده. تمام، في هذه الجزئية نقطة نظام أتحدث فيها، عندما أتحدث عن دور مؤسسات المجتمع المدني فإننا نتحدث عن دور مكمل إنجاز التعبير لدور الأجهزة الحكومية. تمام. المختلفة. أصحيح. لأن في الأساس الأجهزة الحكومية هي التي تقوم بالأدوار الأساسية والرئيسة، لكن بالطبع في ظل الظروف وفي أي دولة في العالم لا تستطيع الدولة أن تتكفل بكل هذه الأمور أكيد. وحدها أكيد. ولكن يساعد ويساهم كضلع مهم وأساسي وموجود في إدارة الحياة في مصر هو مؤسسات المجتمع المدني المختلفة. أكيد. احنا بنتكلم على هذا الجانب أو هذا الضلع هو مؤسسات المجتمع المدني، لكن قبل ذلك تحدثنا عن دور الحكومة المصرية من خلال وزاراتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة في دعم المواطنين في مصر في كل مكان، وكما أشار صديقي دكتور حسن والأهلنا في الريف، وده بيدفعني لأنتقل إلى حياة كريمة. حياة كريمة هي المشروع الرئاسي أو المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية الريف المصري المعروف اختصارا بحياة كريمة. الجزء الأساسي المهم فيه في هذا الأمر هو للدولة المصرية من خلال تقديم الخدمات المختلفة، لكن بيتوازى معها أو يتواكب أو مكمل معها هو جزء كبير على مؤسسة المجتمع المدني، ودكتور حسن خليفة يكلمني عن هذا الأمر. كما أقول عنها دوما، حياة كريمة هي قبلة الحياة للريف المصري. لأول مرة بيحدث أن الدولة بكامل إمكانياتها بكامل طاقتها بتدخل بالجملة على مشاكل الريف المصري. عجبتني كلمة الدولة لأنها بتحوي الهيئات الحكومية وهيئات ومؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني أكيد، وهنفصله دلوقتي. تمام، مشروع حياة كريمة بنتكلم عن 4584 قرية بتابع 28,000 قرية. حياة كريمة بتخدم 58 مليون مصري، يعني أكثر من نص الشعب أو ما يقارب نص الشعب المصري في الثلاث مراحل بتوعها. مشروعات زي مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي ضمن هذه المبادرة كان حلم من أحلام اليقظة في قرانا، وأنا ابن القرية ولازلت أعيش فيها وأتم منها الآن. الكثير كان يقول أن لا يعني سنظل نعيش على بركة مياه جوفية في قرانا وفي نجوعنا وفي بلادنا. لا الناس اللي عارفة تبني، لا الناس اللي عارفة تعيش، الناس اللي عارفة تزرع. أستاذ أحمد، العمل الآن أمام بيتي في قريتي في إقليت بيسحبوا المياه الجوفية من الأرض. كويس، إحنا بنتعجب كمية المياه اللي بتطلع عشان تصرف عشان هم يشتغلوا. كويس، كميه المياه، يعني زي ما بقول لحضرتك كنا نظن اننا سوف نبقى نعيش على هذه البركه من المياه الجوفيه في القرى والنجوع. مشروع الغاز الطبيعي كان حلم، يعني عمرنا ما تخيلنا، احنا قلنا اكتر حاجه ممكن نتخيلها ان الغاز الطبيعي ده يوصل بندر كومومبو، مش ياجي جليت وياجي منيح وكرم الديب وكل قرانا. كويس، طبعا تغطية الترع لا، ده مشروع انا يعني يذهلني يا استاذ احمد. مش بتكلم عن قريتي ولا القرى اللي جنبي ولا مركزنا ولا محافظتنا،
لما يكون فترة النهار في السفر من جاي من القاهرة أو ذاهب إليها، تمام، أقعد أقول إمتى اتعمل ده؟ الترع تبطين ده مشروع قومي عظيم جدا يا أستاذ أحمد، طبعا ليه إفادات كتيرة وفي متخصصين أكتر مني يقولوا عنها حقيقة كويس. لكن في المزارع اللي موجود عندك عندما تصل المياه نتيجة لعدم الوجود فاقد فيها، بالظبط، في فايدة عظيمة المزارع. بالنسبة له فايدة عظيمة جدا. في أماكن كتيرة كانت بتعاني إن المية ما بتوصلهاش أو نهاية الترع وكانوا بيعانوا، تمام، يعني غير يا أستاذ أحمد يعني كمية التلوث اللي كانت بتحدثه المية في الطين في يعني بهذا الشكل وبهذه الوضعية، تمام، كان في تلوث بيئي وكان في حاجة، والمنظر الحضاري اللي اختلف حاجة كده عايز تقعد جنبها وحاجة يعني لا الترعة بمفهومها القديم. يعني أستاذ أحمد المشروع ده دخل على تطوير ترع يمكن لم تمسها يد التطوير من العهد، يعني فعلا المشروع مشروع عظيم جدا، اهلنا طبعا في المزارعين يشعروا به، تمام، الناس طبعا انت تعلم يا استاذ احمد ان كثير من قرانا في شرق كومومبو بالاخص، تمام، المصارع الترع بتشقها بالنص، تمام، فكان ده بيحدث تلوث يعني بيئي، تمام، بيأثر على الناس وبيأثر على الاطفال وكل الناس، تمام. فطبعا مشروع تبطين الترع ده حقيقه مشروع أنا أراه حقيقة مثمر. الجزء المهم في الأمر هو عندما تقوم الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء أو بإقامة المشروعات أو تطوير الحياة، سواء كان كما أشرت لبعض الموضوعات بالإضافة إليها موضوع الكهرباء والطرق والحدائق والمتنزهات والمراكز الخدمية لخدمة المواطنين اللي هي تابعة لموضوع التحول الرقمي بحيث لا يتكبد المواطن عناء السفر إلى أي مكان، جميل، مستنداته وغيرها من المعاملات مع الحكومة أو غيرها تمام. يعني بتوفر عليه هذا الأمر وغيرها والصحة والتعليم مركز الخدمات اللي بيتم كل قرية. الجزء الجزء اللي نود التحدث عنه ممكن أولا دفع الشباب للمشاركة، جميل، في مثل هذه المشروعات التنموية، ده جانب. الجانب الآخر كيفية حفاظ المواطنين على هذه المكتسبات حتى تستمر حياة كريمة. ثقافة بناء الإنسان يعني البشر والحجر في وقت واحد، ودي حاجة احنا يعني كعملين في مجال الاجتماعي بنرى انها يعني ده لا ده شيء مدروس جدا، ده شيء مدروس جدا علميا كمان كويس. النهارده انك في بالتوازي يعني بننمي البشر وبننمي الحجر كويس، دي حاجه عظيمه جدا. تخيل استاذ احمد من ضمن المبادرات هناك مبادرات مجتمعيه بتقوم بها الشؤون الاجتماعيه برضو من ضمن مبادره حياه كريمه، يعني مبادرات عديده كويس. لازلت كنت مشارك من ايام قليله في بلاد العزيزه في كرم الديب وفي منيحه كويس عن مشكلات المراه من العنف والزواج المبكر كويس، تمام، وهذا خطر عظيم وانا تنبهت ليه، قلت لهم لازال عندنا زواج مبكر حاجه اتخضيت لها كويس، يعني وبالتالي تؤثر على الزياده السكانيه على حاجه بخلاف ما يمكن ان تتعرض له من مشاكل اجتماعيه اخرى، تمام. كل هذه المبادرات تأتي إلى المجتمع المصري من قبيل مؤسسات المجتمع المدني علشان بتسهم في تنمية الوعي لدى الناس، معرفة الناس معرفة صحيحة بخطورة المشكلات المجتمعية اللي بتحيط بيهم. النهاردة أنا لما رحت لقيت ناقوس الخطر في منيحة وفي كرم الديب لا لزواج الأطفال، يعني دي حاجه كارثه لا تصح ولا تنفع، تمام كويس. الناس بس عايزين اللي يذكرهم وعايزين يعني اللي يوصل ليهم بمبادره بسيطه زي كده ويتكلم مع الناس ويتكلم عن اضرار هذا الامر، يعني ليس فيه مميزات نهائيا ولكن كله اضرار 1 2 3 وبتطرحها للناس وبتفهمها للناس كويس. هناك اضرار صحيه واضرار اجتماعيه واضرار قانونيه وجوانب عديده، لما بتوصل للناس بمبادرات بهذه الصوره، تمام. استاذ احمد حضرتك أشرت نقطة جميلة، الشباب وحياة كريمة كويس. مسؤول الأول عن حياة كريمة في أسوان الدكتور محمد عمره لا ما زدش عن 30 سنة،
هو يعني مسؤول حياه كريمه في محافظه اسوان، تمام. ما شاء الله عليه يعني، وانا متابع معاهم على 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 التليجرام، ال بيكون متطوعين من الشباب كويس للمشاركه في هذه المبادره. وكان لينا احنا بسم الله ما شاء الله يعني، وتقابلت اتعرفت عليه منذ فتره بسيطه كويس، الشاب يوسف الشاب الجميل ده يعني اللي هو كرم من السيد الرئيس كأصغر مشارك متطوع في مبادرة حياة كريمة من أسوان، والرئيس كرمه يعني تمام. الشباب أستاذ أحمد، الدولة دي هذه الدولة كما يعني نقول، هذه الدولة أمنت إيمانا شديدا بالشباب، والشباب لم يحظى باهتمام بهذه الصورة منذ فترات طويلة، تمام. المشروع من جانب آخر يهم الشباب أيضا. أنا بجد عمالة أستاذ أحمد أسألهم اللي شغالين قدامنا كويس، من فين؟ من سوهاج، من فين؟ من جنة، جاي من فين؟ تمام. ضف إلى ذلك شباب من قرانا ونجوعنا كويس، تمام. اللي خد مجولات إنه هيحفر تمام، وغير الحاجات اللوجستية تمام اللي بياخدوها من القريه ومن المكان كويس. الشيء اللي عايز اقول لحضرتك يا استاذ احمد برضو اجتماعيا، ان القرى لما فرحت بالمشروع ده فرحه عظيمه طبعا، في بعض العقبات كانت ممكن توقف قدامنا، وانا احد يعني اعضاء هذه اللجان الشعبيه لهذا المشروع في الوحده المحليه لقريه اقليت في كومومبو. بتوقف عقبات، ما فيش مساحة أرض، المشروع موجود أهو كويس، المركز الخدمي، مشروع الصرف الصحي تمام، لكن إحنا محتاجين مساحة من الأرض قد كذا تمام. وهذا حدث في قريتي في إقليت، القرية كلها اكتتبت وكأنها على قلب رجل واحد كويس. المشروع طالب 3 قراريط، جمعوا له 10 قراريط. إيه العظمة والروعة والتضامن والوحدة والجمال والروعة، إيه ده كويس. انا مش عايز احسدهم الناس يعني، ما شاء الله عليهم، ربنا يديم عليهم فضل المحبه يا رب تمام. فاكتتبت الناس انها توفر مساحه الارض دي او ما يزيد عن المطلوب كويس، ايمانا منها بالتنميه كويس. وهذا ما يدفعها ويدفع الشباب المشاركين واهالي القريه او القرى جميعها اللي جميل. يتم فيها حياه كريمه جميل. ان هم يحافظوا عليها بعد ان تنتهي هذه المشروعات أكيد. ولا يقوموا باتلافها سخطا او غيره من ما نراه يعني في كثير من اماكننا في مصر. اكيد 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 طبعا استاذ احمد، طبعا اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا، وده فعلا اللي تعبت فيه تحافظ عليه. واقول لحضرتك برضو يعني احنا لازم نقول كل يعني جميع اوجه الحقيقه يعني، خلاص كده، والحقيقه وجه واحد كويس. الناس برضو حاليا من المشروعات دي انها بتقام في وقت واحد، وكلها مشروعات بنيه تحتيه، بتحفر وتردم و و و تمام. الناس اصبح عندها معاناه، مش عارفه تعدي الشارع كويس، وفعلا احيانا بتبقى عائق بين امور كثيره يعني تمام. ولكن خلاص الناس عارفه ان هذه مرحله وهتعدي وكده تمام. الناس عارفه عندنا خدوا شهرين علشان كان في برضه في عمل في منطقه سبيل مكي، العربيات كانت بت بت بتمر بطريق صعب جدا كويس تمام، لكن هي مرت، والناس فرحانه ان في حاجه هتيجي كويسه للناس، ومشاريع للناس ومشاريع خدميه للناس. النهارده زي ما قلت لحضرتك بنيه تحتيه كله بيحفر، هي تعب ساعة ولا كل ساعة ولا كل ساعة. المثل يعني الله ينور عليك، هي ساعة أو فترة معينة بيتم فيها وضع أكيد. الأسس بشكل علمي ودقيق أكيد. بحيث أننا لا نعود إليها مرة أخرى إلا بعد سنوات عديدة بالزبط. يعني بالزبط. أو طويلة أكيد أكيد أكيد, أكيد. وبالتالي فكرة الحفاظ عليها هو أمر مهم أكيد. رسالتك فيما يتعلق بالشباب والتوعية والمساهمة وغيره بتشوفها إزاي، أو يعني بتتكلم عن إيه فيما تراه وتشارك فيه؟ خلينا يعني مش هبعد، انا امبارح احنا عندنا من ضمن مقررات التدريب العملي في معاد الخدمه الاجتماعيه، طلاب الفرقه الثانيه بتعلموا مهارات مهنيه بيكتسبوها من خلال تنفيذهم لوسائل مهنيه زي الرحله وزي المسابقه وزي المناقشه الجماعيه امبارح المعسكر كويس تمام، والندوه، كل الحاجات دي بنتعلمها. امبارح كان ميعادنا مع المعسكر.
لما سألتهم يا شباب انتوا عايزين تعملوا معسكر فين، شوفوا المكان اللي محتاج انكم تعملوا فيه خدمة عامة وتفيدوه بشيء احنا نتوجه اليه، قالوا خلاص احنا هندور وهنبلغ حضرتك. مفيش تاني يوم جمله يعني، فقالوا احنا اخترنا مدرسة التربية الفكرية، احنا عايزين نكون مع المعسكر ده، احنا عايزين نعمل خدمة عامة وننظف ونعمل ونجمل، وليتني اتيت بالصور يعني تمام. عملوا عظمة امبارح حقيقة، دخلوا على المدرسة وترحاب شديد من السيد مدير المدرسة والسادة الأخصائيين الاجتماعيين كويس، والكل يعمل والكل يقوم بدوره كويس. التوجيهات اللي اخذناها من أخصائيات الاجتماعيات في المدرسة انه الفئة اللي احنا بنتعامل معاها فئة خاصة بنقول عليهم ذوي الهمم دلوقتي وبنفرح بيهم وبننميهم، وحاجات حلوة كتير جدا الدولة عملها لهم دلوقتي تمام كويس، احنا عايزين نعرف نتعامل معاهم صح وكده تمام. الشباب ابهروني امبارح بالعمل اللي بيعملوه كويس، دول طلاب الفرقه الثانيه، خدمه عامه عظيمه للمدرسه قدموها، جم اخر اليوم بنفذوا حفله السمر، اشركوا ابنائنا واولادنا وبناتنا ذوي الهمم من تلاميذ مدرسه التربيه الفكريه تمام. ودي مدرسة عريقة يعني، أنا من حديثي مع أساتذتي امبارح هناك عرفت إن الأميرة ديانا، وحضرتك أكيد كنت شاهد على ده كويس، الأميرة ديانا في التسعينات زارت هذه المدرسة وأهدتهم مظلة في للأطفال تمام. الشباب اللي في السن ده لما تبقى عنده الروح دي إنه عطاؤه حتى يعني عطاء اللي عايز يقدمه لفئة هي الأكثر احتياجا لهذا العطاء، وكنت سعيد بيهم جدا لأنه بقول لهم أنتوا مشروع طبيب مجتمع أخصائي اجتماعي كويس. لما لقيتهم بالروح العالية دي أنا يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنا جيت من السفر على المعسكر على طول، الشباب عدين كل حاجة وعاملين كل الشغل وعاملين حاجة كويسة جدا كويس، وفرحوا الأطفال دول وكانوا سعداء جدا جدا يعني بوجودهم تمام. ودي فئة النهاردة يا أستاذ أحمد الدولة يعني بتوليها اهتمام عظيم جدا 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 تمام. وأعظم شيء أعطته الدولة في هذا الوقت لهؤلاء مسمى ذوي الهمم، الاسم ده غير في ثقافتنا ونظرتنا للفئات الخاصة منها، تفعيل القوانين والقرارات وغيره التي تتناسب معهم سواء كان في قصة التعيين أكيد، أو حتى في الرنبات التي يجب أن تتواجد في كل المؤسسات بالزبط الحكومية بالزبط. احنا بنتكلم على جمهورية جديدة أكيد. في ظل الجمهورية الجديدة دكتور حسن الشباب اللي كلمتين عليهم بهذا الروح جميل، هم معرضون بشكل أو بآخر للاختراق في ظل الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيره فعلا. كيف يتم تحصين هؤلاء الشباب أو كيف يمكن أن نحصن هؤلاء الشباب ضد أي أمور؟ بلدنا حلوة اللي بيتم فيها حلو، هناك بعض المشاكل وده أمر طبيعي وموجود، لكن استغلال الآخرين أو أهل الشر لهذه المشاكل بثهم للشائعات وغيره، كيف يمكن أن نحصن شبابنا ضد هذا الأمر؟ أستاذ أحمد طبعا أكتر فئة مستهدفة دوما هي فئة الشباب، لأن دول ولا أمل لتكرار هذا أبدا. الشباب هم ذخيرة الوطن، الشباب هم كل المستقبل وليسهم كل الواقع كل الحاضر وكل المستقبل، ليس كما كنا نقول هم نصف الحاضر وكل المستقبل، لا هم كل الحاضر وكل المستقبل بإذن الله تمام. الإيمان بفكرة الشباب فكرة الإيمان بالشباب وتمكين الشباب، وبدأ ده منذ سنوات ليست بعيدة، مؤتمر الشباب اللي أطلقوا صدر أكيد 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 صراحة ووضوح بالضبط. كل هذه الأمور أكسبت الشباب ثقافة عظيمة جدا اللي هي ثقافة الحوار كويس. استاذ احمد يعني حضرتك تتذكر معايا ده، احنا بعد الاحداث اللي مرت يعني في العشر سنين اللي فاتوا من ثورتين وامور كثيره وحاجات كثيره خالص مرينا بيها تمام،
بعدها مباشرة بعد كل حدث في دولة بتحدث هزة عند الشباب، يعني تمام، فيه جدل، فيه لقط، وعدم وضوح رؤية، عدم اتزان. الله ينور عليك. الأعداء وما يريدوه بهذا الوطن خلاص، ودور رسائلهم ووسائلهم متعددة ويستغلوا فيها الشباب أكيد تمام. ولكن أنا بحمد ربنا في يعني وأسمي دور الإعلام خاصة في الفترة الأخيرة تمام، أنا الإعلام أصبح يجابه ويعني بقوة وبشراسة كمان خلاص. الإعلام أصبح بيوري العالم كله تمام ما يحدث على أرض الواقع من تنمية وازدهار في أماكن كثيرة في مجتمعنا المصري. الشباب زي ما قلت لحضرتك يا أستاذ أحمد هم المستهدف الأول لأنه دول المستقبل. الرسائل كلها بتتوجه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق القنوات التي سأظل أقول عنها قنوات مشبوهة تمام. تريد تدمير وطن، الشباب بيستقبل هذه الرسائل. الدور بيكون على المجتمع ككل، وليس الجامعة وليس المعهد وليس المدرسة وليست الكلية، الدور على المجتمع ككل. النهاردة الشاب بيتواجد في أسرة، في نطاق أسرة تمام، لما سلاح الشائعات بينتشر أحيانا ويستخدموها هؤلاء الخونة تمام، بتسمع الشائعة الأم أو الأخت أو من يكون في البيت قد يصدقوا هذه الشائعة. الشاب اللي بيخرج وبيتعامل مع المجتمع وبيشوف التنمية وبيشوف الحاجة و و و و تمام كويس، عليه إنه يعدل فكر مجتمعه اللي اتصاب من هذه الشائعة ويقول الحقيقة خلاص. وفي مشكلة دكتور حسن اسمح لي في هذه الجزئية، إن الإنسان بطبيعته لديه مشاكل. جميل. والمشاكل بتختلف من شخص إلى آخر تمام. ومن أسرة أخرى ومن محافظة أخرى وغيره. للأسف الكثيرون يختزلون موقف ما أو مشكلة ما بتواجههم في مؤسسة ما، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو غيره. جميل. ثم تصبغ جامل غضب على الدولة المصرية التي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا من الإنجازات ومن المعاملات ومن 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 ومن. تمام. فكرة إن الإنسان يعني عندي مشكلة مثلا، يعني مش عايز أضرب مثلا عشان ما أسئش لأي جهة. تمام. لكن أنا عندي مشكلة مع هيئة ما أو جهة ما. تمام. يعني أقوم بإسباغ هذه المشكلة على المؤسسة الأخرى التي ليس بيني وبينها مشكلة. تمام. على الحكومة التي ليس بيني وبينها مشكلة. تمام. في هذه الهيئة وفي هذه الجهة فقط. ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبعا ده مش طبيعي المفروض. تمام. ليه؟ لأن اللي بيحكم بالشمول ده هو يعني بالعمومية دي كده تمام حكمه خاطئ. ليه؟ مشكلة في مؤسسة معينة أو في قطاع معين تمام. ورقك ما خلصش لسبب أو آخر، إهمال موظف، إهمال منك أنت أو غيره. بالضبط. الكلام الجملة بتطلع إيه؟ دي بلد دي. وهذا خطأ. أنت اتكلمت على كل الحاجات. وسلبية. وسلبية بمعنى. لو أنت حد يعني قصر معاك أو قصد تقصير معاك في شيء تمام، عليك الشكوى لكل الجهات. وحقيقة يا أستاذ أحمد كل الجهات اللي بتروحها أي شكاوي تمام وألمس هذا جيدا كويس بيكون الرد سريعا. ده الشكاوى الحكومية الموحدة والباب على آلاف الشكاوى أكيد المواطنين. أكيد أكيد. وبيفرزوها وبيشوفوا المناسب إيه واللي بيحتاج توجيه إيه وبيترد على المواطن. وأنا شفت حالات زي محافظة أسوان عاملة تطبيق موجود تمام. تطبيق موجود اسمه عين المواطن تقريبا، يعني لما أكون تمام. المحافظة تتلقى عليه كل شيء برضو، اللقاء الاسبوعي او الشهري من حسيت المحافظ على طول، يعني بتروح بتحجز ميعاد في 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 خدمات المواطنين تمام، وبتحدد لك وبتصلوا بيك وتعالى وبتقابل السيد المحافظ او من ينوب عنه يعني في اللقاء تمام. طبعا كل ده يعني سبل انت بتمشي يعني
يعني بتصير فيها بشكل بتصير قانوني بالضبط. بتصير فيها بشكل قانوني تمام، لكن السخط الدائم على كل على على يعني ما لها ده شيء طبعا مش طبيعي يعني، وحاجة مش كويسة. كويس، احنا عايزين شيء من التفاؤل وشيء من الأمل تمام. في ناس بترى النصف الفارق من الكوب تمام، فيعني وتفاؤلوا بالخير تجدوه. اكيد 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 تفاؤلوا بالخير تجدوه. اكيد اكيد. ما كلمتيش على موضوع الرساله في الماجستير. الشباب برضه، هي في الشباب انهي جانب من الجوانب ازاي ممكن نستخدمها في ما هو جاري على الارض؟ برافو عليك، شكرا استاذ احمد، ربنا يخليك. الله يكرمك. انا بشتغل في مجال العمل الشبابي، ويعني من فترة طويلة خالص، منذ أن في العمل التطوعي، واشتغلت في مجال رعاية الشباب لفترة طويلة خالص تمام. تعاملت مع الشباب دول عن قرب جدا، خلاص معسكرات وأنشطة وبرامج، ويعني داخل المحافظة وخارج المحافظة، في كل مكان في مصر. لآخر نقطة ذهبت بفريقي عشيرة بكار الأسوانية، كويس، لآخر نقطة الأحراش في رفح، بنعمل خدمة عامة للناس تمام. السنين دي كلها ما كانش ينفع ان انا يعني اسجل اطروحه باسمي في الجامعه لنيل الماجستير بعيدا عن الواقع. هذه بالضبط، هذه العينه تمام. انا كنت معجب جدا، انا اول زلت معجب بالكشافه، كويس، بقول الكشافه دي لو كل اولادنا راحوا الكشافه هيكون عندنا شباب بيتحلى بمكارم الاخلاق. دي فيها 11 صفه قانون، النظافة والأمانة الوداد، كل حتى الوداد أنك تكون ودود مع الناس من ال 11 صفة دول تمام. إيه الجمال وإيه الروعة دي، الأمانة والنظافة، خلاص ال 11 صفة دول موجودة في أديانا السماوية يعني في الأساس، يعني بالزبط. اللي المفروض يطلع بها الواد من الأسرة. أكيد أكيد. فيعني في الروعة في الكشافة يعني أنا لمستها عن قرب تمام، واعتماد على الذات أكيد، والتصرف في المواقف تمام، وانك تستخدم الاخرين، مساعده الاخرين طبعا، دي ده في الوعد تمام، وان اساعد الناس في كل الظروف وكانه قسم تمام. الكشافه اشتغلت معاهم فترات طويله حوالي 13 14 سنه تمام، واخترت ان انا اشتغل على متغيرات نفسيه مع الكشافه بتتكلم عن الذكاء الوجداني وعادات الابداع تمام. كل هذه الاشياء عندما قرات عنها في المنهج الدراسي الخاص بي تمام، لقيتها بصيت شفتها في الكشافه اللي اشتغلت معاهم، شفت فيهم ابداع، شفت فيهم مصابره، شفت فيهم يعني ذكاء اجتماعي وذكاء وجداني جميل ورائع للغايه، كويس. وكنت بأراهن دايما يعني في هذه الأطروحة يعني ان المؤشرات ستتجه الى الكشافة تمام. ف الدراسة كانت مقارنة بين تمام، الفروق ما بين الاثنين، الطلبة اللي بيشتركوا في الأنشطة الكشفية واللي ما بيشتركوش في الأنشطة عامة تمام. وكان طبعا هناك فروق واضحه الكشافه تشمل الشبان والفتيات ولا الفتيات دي مراحل المراحل المرشدات. ولكن يعني انا كان بحثي عن الكشافه الاولى، كويس. لكن هي الجمعيه الثالثه، هي جمعيه المرشدات البنات يعني حتى في المرحله الجامعيه نقول دي جوال ومرشده تمام. في مراحل ثانيه طبعا يعني بتبقى مسميات ثانيه تمام. فطبعا الانشطه الطلابيه استاذ احمد، وزي ما كتير من علماء التربيه في كل مكان بيتكلموا عن ان الانشطه الطلابيه جزء من المنهج الدراسي في مفهوم الحديث، الانشطه الطلابيه انت من خلالها كل الطاقات السلبيه اللي موجوده داخل اي شاب من خلال ممارسته للأنشطة المختلفة في بقول المختلفة ليه؟ لأنه هيلاقي ميول لأي حاجة في الأنشطة دي. عشان كده وزارة التربية والتعليم اهتمت في الفترة الأخيرة وضمن التحديث اللي بيتم على التعليم المصري أن تكون حصة الأنشطة حصة أساسية ومهمة ويتم أكيد ممارستها، ما ياخدهاش زي ما كان بيحصل أكيد عندنا في أيامنا زمان أكيد مدرس لغة عربية متأخر أو رياضيات أو الإنجليزي وبيقعد حصة بالظبط الموسيقى أنشطة أو بالظبط، وده خطر تمام ده كان أمر صعب يعني. دي أنشطة وجدانية،
كده طلعنا معقدين. لا تزيد الناس يا دكتور احمد والله، والله ربنا يبارك فيك ما شاء الله. الله يخليك يا دكتور حسن. انا بشكرك شكر جزيل للدكتور حسن خليفه باحث دكتوراه اجتماع في مجال الشباب. تختم بحاجه يا دكتور؟ اشكرك ربنا يبارك فيك. انا عايز دايما احب اشكر حضرتك بجد والله، يعني وجودي مع حضرتك بيسرني شخصيا قبل الساده المشاهدين والله حقيقه. العفو العفو. انت استاذنا من زمان استاذ احمد التلميذ. العفو العفو. ربنا يخليك ربنا يخليك. بالطبع طبعا لكل شبابنا وكل مؤسسات المجتمع المدني ان هي تساهم بشكل كبير وان يكون لديهم الحصافه ولديهم المنع ضد ما يمكن ان يغزوهم في ظل جمهوريه جديده يجب ان تقوم على الايمان وعلى العمل والنظر الى كل الامور بنظره وطنيه تساهم في تقدم هذا الوطن لا في تاخره او ابراز بعض ما يمكن ان يكون قد يطرأ وهو شيء طبيعي ويمكن التعامل معه. لا اذكر لا اقول انه يجب اغفاله ولكن التعامل معه بشيء من المنطقيه والتعامل الذي يؤدي في النهايه لتكون مصرنا الحبيبه افضل واحسن ان شاء الله. اشكرك شكر جزيل دكتور حسن خليفه باحث دكتوراه اجتماعي في مجال الشباب. شرفتني ونورتني جدا جدا ربنا يخليك. وعام سعيد ان شاء الله. عام سعيد على مجتمع مدني. نشوف حصاد ان شاء الله على حضرتك والاسره جميعا فندم على كل الساده المشاهدين. كل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا شكرا. كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. غدا بمشيئه الله.